سويت لنا اكل انت مو طبيعي والله. الحين بخاطري هم اكل السيباس اللي مسويها. ما شاء الله عليك ما لفهم احلى شيء في العالم. انا ابوك منهم اجيب من الكويت. هذه شنو كان هيك نجيب الكويت مطعم جديد. بوقه من هنا. هذه شنو مكوناتها؟ هيدي زيت الزعتر مع زعتر اخضر مع كانديديت شيري توميتو بنشوي بالفرن مع السكر والزعتر فلفل اسود زعتر وزيت وزيتون وزيتون مع يولك الفاتح. عجر على واجه على العظم. هذه مو كيكه، هذه كيكه بس كيكه النشامه. ها كلها زعتريات ها وزيت زيتون على فكره. هذا مطعم لبناني. واو 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 صغيره. واو يمين طلع الدخان من الزهره. الزهره فوقها طحينه حركات. بقول لكم اللقطه اللي ما قلت لكم اياها. الحين كل الناس بأمس بالفالنتاين كلهم حب فالنتاين. المهم امين هلا فالنتاين دي. هلا هلا فالنتاين. ايه انا دلع كلام حبيبي مو هلا ابي ابي انا دلع حكي انجليزي. ادلع اوه هاني give me one خبزة بنت شوية زيت زيتون. اوكي انت دائما لما بتش خبزة مو تغرينا كلها جدامه قطيها بالصين. ليش عالسبين انت شو اوكي انت تعرف شو قلتها. ثانك يو. لا 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 تكرينا الله. لا جلعين تكرم مدينة. حجزت لك مطعم. شو هو لسه شبط بعد شبدي. هلا هلا ومهلي والشرع عنا يولي يولي يولي. لازم تبيض ويه العود تجيب لها الامراء وكذي. زين ابي اسوي نفس ما وياك الحين نسوي كل شيء. بس ها احجزها بروحك مو تحجز مع ناس. هذا المطعم كبرى عشان استاذ وليد. دكتورة الشخصية اتحدى في تاريخ منتجع عرض الاساطير استقبلوا جو الى شخصية من الشخصية اللي جت له المنتجع. بعد امين كثر خيرك شيء مشكور في بيبي. بس الشاحن عامل عميله بصراحة. الشاحن واخذ حتة. بيتي ضحك بيتي ضحك. Thank you.
خيانة، خذ الشمسية ونحاش مطر. احنا اثنين ما يحتاج كل واحد شمسية. بج احنا بشمسية واحدة، احنا اثنين ايد واحدة. يا عمري انا هاي بوريك المطر المكان، هذا المكان بوريكم المكان. أمين عادي عندي يشوف مناظر حلوة ماي عادي جي أنا لا أحس أندهش والله. شوف شوفوا يعني عادي تشوفون هذا المنظر قدامكم تقولوا واو واو تسوون أوبرا من جمال هذا الشيء والله. شنو هذا يمرضو أنا تمي كوتش يسولش بس الله تخيل الله ما أطلع من البيت والله ما أطلع شنو؟ هذه موجودة بأمريكا. ديزني لاند. الله. Yes baby. أوه. أجيب الواي فاي وأسوي أمشي خطوة وأنا أمشي لك عمر بالمطر. اسمع صوت المطر اسمع. لا يا أمين والله ما أعرف سؤال في النذالة أنا شغال الله يدي أنا قاعد أسوي نفس الماكو هذي واي بلني في هناك سوق ولا بس هني؟ باقي ربع ساعة وسكر السوق باكر بتسوي خلود؟ ما أعرف يعد اليوم مو شغال شيء يا حتى لو شاري لي برد ازرق كنت راح اسكت. خلود تشتري ترى ذهب وتخش. وين وعلي علي كان زين. تعرف منو اللي يشتري وخش. مدفونة مدفونة. هذا كله مكلف. ما عندي نت يلا امشي خطوه اهم شيء الفسفوري فشلتي فشلتها لا مالي بعد امشي خطوه وانا امشي لك عمر قول احبك حبك. قول احبك منتظر باخذك منهم والله يعتزم هذا مال عندي بقضي بحضانك سفر عمر ليش مسافر عادي تعال شوي يلا 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 هذا لباس السلام تو مغفين شو اللي فينا نوم سكر عادي شلون ترى انت حللتي ام البيت هذا العلمي هذا حللته نفس برج خليفة لو مهما أروح دبي ما أمل من تصويره برج خليفة لو تحطوني عنده يوم كامل أموت درون شنو واي ذبحني حول الله طلع علي إشاعات واو أموت على لقطة الإضاءة الجميلة اشتري ملابس حق لولو قبل يسكر السوق قول والله كلوز 5 minutes only واي ما حبي حسوي شي سكر ابوي شي مش قاعد تقول لي عرفت ترك يقول لي زين بوليد حرك وسطك فيتامين واو فيتامين واو يا جماعة خلاص ما في والله إذا شيء لا ما أحب أسوي شيء أحس خلاص يعني ما في نقاش ما في أمل من الواسطة يعني ها أمين
طالعني؟ طالع. ما أحب الحركة، أضايق. كل ما دش مكان سينسيفيورم طلعوني مستغربين، توني أدي صليب من أمس وأنا مستانسة، كل ما دشيت مكان سينسيفيورم أخشي طلعت سينسيفيورم أحبك. لا شنو التهديد؟ أمس ما قطع كباتك، هذا اللي دورة دوارة يعني. هذا حق الرقبة ها؟ شنو التهديد؟ أمس ما قطع كباتك، هذا اللي دورة دوارة يعني. هذا حق الرقبة ها؟ شنو التهديد؟ أمس ما قطع كباتك، هذا اللي دورة دوارة يعني. هذا حق الرقبة ها؟ شنو التهديد؟ أمس ما قطع كباتك، هذا اللي دورة دوارة يعني. هذا حق الرقبة ها؟ شنو التهديد؟ أمس ما قطع كباتك، هذا اللي دورة دوارة يعني. هذا حق الرقبة ها؟ شنو التهديد؟ أمس ما قطع كباتك، هذا اللي دورة دوارة يعني. هذا حق الرقبة ها؟ شنو التهديد؟ أمس ما قطع كباتك، هذا اللي دورة دوارة يعني. هذا حق الرقبة ها؟ شنو التهديد؟ أمس ما قطع كباتك، هذا اللي دورة دوارة يعني. هذا حق الرقبة ها؟ شنو التهديد؟ مطعم العبير في أقول وين؟ أنطاليا أمبي مطعم لبناني أمبي ما تمسك مطعم لبناني اسمه العبير يا مامي يا جميلة يا مامي شنو هذا؟ كذي؟ باي أمبي أمبي لازم ذيت وإن شاء الله تيون تشوفون إيش كثر أكلهم لذيذ لازم. أوه أمين هذه اللي نحبها أحلى سويت كليتها بحياتي. أوه أموت على هالأكلة. تمام. واو لازم تاكلونها لازم. تمام. واو لازم تاكلونها لازم. تمام. واو لازم تاكلونها لازم. تمام. واو انصهار ماما قلت تعالوا لا تطلبون ولا شيء ما عندي أي مانع بس هذه إذا ما طلبتوها حلوة بعد والله كيكة تمر لذيذة بس في طعم غريب مسكي 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 لا مسكي الآيس كريم مسكي إيه عشان كذي حلوة أنا لا أنا هذا يمي سلام تصدقين شعر بنات مع أشياء من صهرة أمين قاعد هناك عشان ما أكل من صحنة قاعد فيني وقت الأكل ما نفس الطبق بس أكل من ماله أنا كيفي الحين هذا عندي شاي مغربي أبي من شاي كحة صغيرة شوف بتركيا في شارات حلوة بس في مرة شيء واو انت اللي بالشارع تدير بالك عن امون انا عشقي الاكل اللي والله اللي شيء اللي اوقف السياره اطلب شنها شيء مطعم صغير وين شعبي واكل ايزي لود خلاص قضينا عليها فشله نخلي شويه على الاقل قدام من المطعم الحين يقول شنو هذا الباجي اللي جاي لنا لو سمحت بصراحه مو حلو رجعوه خلاص كبير رجعوه كلش مو حلو لا ما توقعت شيء كلش نهائيا راحة ترى ضغط خلاص بعد ما احني مره ثانيه يا تجيبوا لنا طبق ثاني ولا ترى نزعل عليكم تسلم ايدك على قلبك تسلم